متهيألي الناس خلاص يعني ايه شخصت المشكلة، يعني زي بالظبط المرض لما يتشخص ومحتاجين بقى الروشتة. المشكلة ان في غلاء اسعار والناس تعبانة، وفي العملة معرفش متراجعة طبعا بعد قرارات التعويم، وفي تجار بيرفعوا علينا التكلفة، وفي جشع، وفي غياب ضمير. كل ده بقى خلاص متهيألي يعني ايه اتفهم، والناس حفظته صم. ومن هنا للصبح لو قعدنا قلنا ايه المشكلة، الناس فاهمة كويس قوي ايه المشكلة، انما ايه الحل، هو ده اللي احنا بنحاول نبحثه في 90 دقيقة النهاردة. برحب بضيوفي الكرام، الاستاذة نانسي المغربي الخبيرة الاقتصادية، شكرا لوجودك معنا النهاردة، اهلا بيكي. وبرحب بالاستاذ احمد شيحة رئيس شعبة المستوردين، اهلا استاذ احمد، شكرا لقبولك الدعوة. وبشكر ايضا المهندس محمد بركة عضو مجلس الغرفة التجارية، اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا. على فكرة الاستاذ احمد شيحة كان ضيفي يوم السبت اللي فات، وكان في مجموعة برضو من الضيوف، واتكلمنا وفتحنا الاتصالات على مجموعة من المشاركين والمتصلين اللي عرضوا مشاكلهم، والاستاذ شيحة اقترح انه يبقى في حلول، وقال لا في حلول لو عملنا حلقه كامله وفي مساحه للنقاش هيبقى في حلول. ابدا معاك حضرتك، يعني احنا عاملين الحلقه دي بناء على اقتراح منك، وحضرتك قلت الحلول موجوده، ومتهيالي زي ما انا قلت التشخيص، يعني احنا هنقعد نضيع وقت، احنا فاهمين كويس قوي ان في، يعني عرفنا ايه المشكله. المشكله ان في معاناه لدى الاسره المصريه في مواكبه غلاء الايه المعيشه. الحلول ايه عند حضرتك؟ هو قبل ما نقول حلول نقول هي المشكله جت ازاي، بعيد عن التحاليل الكتيره. طيب. وغلاء الاسعار والكلام ده كله. طيب. انا كنت قلت قبل كده ان احنا بنتعرض دلوقتي للموجه الثانيه من الفوضى الخلاقه هي الاقتصاديه. احنا بنتعرض من بره من الشركات الاجنبيه اللي مستحوذه على الاستثمار المصري باكثر من 80% تتحكم في الاقتصاد المصري، وده ما اللي احنا بنسميه في لغه السوق ده الاحتكار. اللي بيتحكموا في سعر السلعة وبيتحكموا في الكميات اللي بتنزل في السوق وامتى ينزلوا وامتى يشيلوا والكلام ده كله، لان اللي بيحصل في السوق المصري حاجة غريبة جدا مش موجودة في العالم كله. يعني الاسعار بتتضاعف مش 20% ولا 30%، ده في اسعار تضاعفت ب 100 و150 و200%، خاصة في المهنة اللي انا بشتغل فيها اللي هي السلع الكهربائية. حاجة اللي كانت مثلا ب 10,000 دلوقتي بتتكلم في 35,000. الحاجه اللي كانت مثلا، معلش انا اعتذر لك لان في خلل فني في الميكروفون بتاع حضرتك، هنقل الاستاذه نانسي على بال ما يتم اصلاح هذا الخلل. واعذرني يعني. لا 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 تمام. بعد الفاصل، طب هنروح لفاصل سريع جدا لحين اصلاح خلل فني صغير في اجهزه الصوت، وخليكم معانا، اوعوا تروحوا في اي حته. النهاردة احنا بنتكلم على يعني محاولة ايجاد حلول للأسعار وغلاء المعيشة، وبرحب بضيوفي مرة تانية، برحب بالأستاذة نانسي المغربي الخبيرة الاقتصادية، أهلا بحضرتك. برحب بالمهندس محمد بركة عضو مجلس الغرفة التجارية، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. وبالأستاذ أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين اللي هبدأ معاه، أهلا أستاذ أحمد، برحب بيك مرة تانية وبعتذر لك عن الخلل الفني. أهلا وسهلا. وحضرتك قلت لي قبل ما نتكلم في الحلول حضرتك عايز تتكلم في سبب الأزمة اللي احنا هنحلها، وقلت لي إن 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 المجتمع واقع ضحية لما هو معروف بالاحتكار من قبل جهات خارجية، شركات أجنبية. شركات أجنبية بتدعمها الدول اللي هي بتساعدها على الاحتكار بتاع الأسواق. أنا بسمي المرحلة دي هي الموجة الثانية من الفوضى الخلاقة الاقتصادية، بعد ما ربنا منجانا بفضل شعبنا العظيم وربنا أولا فوق كل شيء وجيشنا ورئيسنا، لما احنا دلوقتي بنتعرض إلى مؤامرة اقتصادية حقيقية اللي هي بيحاولوا فيها تجويع الشعب المصري. واحنا لما نشوف كل الممارسات في الفترة اللي فاتت ديت على مستوى الاقتصاد هنشوف اولا في سوء في الادارة في الملف الاقتصادي، سوء ادارة. لان احنا صدرت قرارات من بداية 2016 لغاية النهاردة كلها ادت الى هذه الازمات المصطنعة اللي هي مش موجودة اساسا، ازمات حقيقية في البلد. يعني لو جينا شفنا الازمات اللي تعرضنا ليها، واخيرا ازمة السكر، احنا دولة بنصنع سكر، احنا بننتج سكر
وبننتج اكتر من احتياجاتنا، ولكن التلاعب والتهريب والسوق السوداء والتصدير، لما بلد بيكون محتاجة سكر ازاي يخرج مسؤول يدي قرار بتصدير السكر؟ طب ما بلدك اولى بهذا الفرق اللي حصل ما بين داخليا وخارجيا. نخش على ازمة الزيت، احنا داخلين على ازمة زيت في خلال الاسبوعين الجايين دي، ازمة الرز كلها ازمات مصطنعة ومفتعلة، وازمة الدولار اللي انا من بداية الازمة بقول هي دي ازمة مفتعلة فيها ممارسات بتحصل فيها مضاربات، سوق سودة، تخزين الاموال اللي كانت موجودة في البنوك بسبب القرارات اللي صدرت من البنك المركزي خلت كل الناس تسحب الدولار وتحطه في البيوت وتتاجر فيه، لان مصر وصلت ان الدولار انه سلعه، اكتر سلعه بتكسب في العالم، اكتر حتى من الممنوعات والمخدرات واي حاجه ممنوعه، دولار بيكسب مكاسب غير طبيعيه. مع احترامي الشديد لحضرتك بتقول يا استاذ احمد، اسمح لي ان انا احاورك شويه، لانه حضرتك دلوقتي بتقول ازمات مصطنعه، وذكرت ازمه الدولار وازمه السكر والزيت والرز والسلع الغذائيه. انا بالنسبه لي بقى كمواطن مصري بعيدا عن كل هذا الكلام، لازم اعترف بان في ازمه. طبعا في لازم أزمة. اعترف بان الدولار دلوقتي بقى ب 18 جنيه او ساعات بيوصل ل 19 على حسب طبعا سعر كل يوم. ما اقدرش اقول ان دي يعني ان انا اوصفها بانها ازمه مصطنعه. المواطن اللي هو اللي احنا بنتكلم عشانه النهارده اللي بيعاني من غلاء الاسعار هيفيده بايه ان هو يعرف دي ازمه مصطنعه ولا مش مصطنعه؟ الازمه موجوده وايه الحل؟ ما عشان نعرف حقيقه الازمه لازم نعرف اسبابها ايه. يعني انا بقول لحضرتك هديك اخر حاجه مثلا السكر اللي لسه بنعاني منه. احنا بننتج 1,800,000 طن في السنه وبنستورد حوالي 600,000 طن في السنه. كانش عندنا ازمه وكانت المصانع بتقول الحقونا لان عندنا مخزون كبير ومش عارفين نبيعه. بدا بقى لما اقول لك بقى السوق السوداء والتلاعب والاحتكارات اللي موجوده في السوق في كل سلعه. بدأوا ياخدوا السكر ب 3750 لغاية 4200 ويطلعوه بره، يطلعوه في الدول المحيطة بينا بيتباع ب 8 جنيه و 9 جنيه و 10 جنيه وب 11 جنيه. تلاقي البنزين برضه كل سلعة مدعمة بيحصل فيها تلاعب، البنزين بتاعنا بيروح في غزة، أنبوبة البوتجاز بتروح في غزة. إيه السبب بقى الكلام ده كله؟ هنرجع للقرارات اللي بيصدرها المسؤولين عن هذه الملفات اللي أدت إلى هذه الأزمة. يعني بداية أزمة الدولار أول ما صادر قرار من السيد محافظ البنك المركزي السابق بموضوع السحب والإيداع، حد السحب 50,000 دولار في الشهر و 10,000 كل مرة. طبعا كل الناس اللي عندها دولار قلقت على الدولار بتاعها، لأن الصبح أنت لو ليك 1,000,000 دولار وعايز تسحبه يقول لك لا ما تسحبش، فاضطروا إنهم يسحبوا ويطلعوه بره وبدأوا يشتغلوا بالسوق السوداء. تحويلات المصريين في الخارج كانوا لما كان يجي واحد بره عايز يحول دولار يقول له لا اكتر حاجه 10,000 دولار وجايبهم منين وعشان ايه؟ فاذا في قرار ازمه حصل، لان ما فيش ازمه في الدولار، لان السنه اللي فاتت كنا بنستورد ب 80 مليار دولار وده طبقا للتقرير اللي قاله السيد رئيس مجلس الوزراء وكانوا موجودين ودبرناهم من السوق المصريه، زائد بقى اللي هو السوق الموازيه كان فيه 20 30 مليار دولار اخرين اللي هو التهريب وما شابه ذلك. السكر موجود بنصنعه، الرز احنا بنصدر رز، يبقى عندنا ازمه في الرز وارتفاع الاسعار دي. القصه كلها عمليه احتكارات. الشركات الاجنبيه بتستحوذ على 80% من الاقتصاد المصري، ويا ريت تلقوا الضوء على الموضوع دوت، هتلاقي في قطاعات 100%. ال 100% دي في الاخر عشان ازمه الدولار بتحول الارباح في من جيوب المصريين، وبعدين بييجوا في اخر السنه بيقفلوا السنه الماليه عايزين يحولوا ارباحهم بالدولار، يشتروا الدولار باي سعر. هدي لحضرتك مثالين، عندنا الاسمنت 90% من الشركات اجنبيه. شوف بقى كم صناعه استراتيجيه وفيها قد ايه. البنوك عندك 35 بنك من 40 بنك اجنبي. عندك مثلا الاتصالات 100% اجنبي. اكلنا وشربنا 80% بنجيبه من بره. اذا اللي انا عايز اقوله ان احنا ما بنتحكمش في 80% من بره بتجيبه بالعمله الصعبه. طبعا. وانت وعندك يعني الا في الموارد، قلة موارد بسبب انه المصادر الرئيسية في الدخل في مصر السياحة مضروبة، دخل قناة السويس الله اعلم بيقضي ايه، تحولات المصريين في الخارج قلت. يعني عايزين نكون صراحة برضو، مش كل حاجة انها تبقى مصطنعة ومش كل حاجة ان دي مؤامرة خارجية على مصر، لان لو بالطريقة دي يبقى مفيش اي دولة هتقدر انها تقوم الاقتصاد بتاعها، لان كل الدول بتتعرض لما هو معروف بالمؤامرة اللي هو في تقديري انا المنافسة من البديل التاني. طيب انا هقول لحضرتك مثلا موضوع السياحه، موضوع ريجيني يضرب السياحه، طياره مالناش علاقه بيها يضرب السياحه، حصلت حالات اكتر من كده وارهاب اكتر من كده واللي احنا شفناه في تركيا والناس مصره انها تكمل السياحه. لما اتضربت الطياره الروسيه اول ناس سحبوا الاجانب بتوعهم الانجليز.
طب ايه علاقه الانجليز بالضرر اللي حصل بالطياره؟ خايفين على رعاياهم. اوكي خايفين. ما انا بقول لحضرتك سوء الاداره بقى، انا بتكلم عشان الدولار وهو ده اللي بوظ الاسعار كلها. موضوع قرار التعويم اللي احنا اعترضنا عليه رفع السلع من 10 ل 20 على طول، من 100 ل 200 بسبب فرق السعر ما بين قبل التعويم قبل 3/11 لبعد 3/11. تسمح لي ارجع لك تاني؟ كده بقول ازمه مصطنعه. حضرتك وصفت الوضع، هاخد بس رد من الاستاذه نانسي وعايز حضرتك يعني اكيد وانت بتتابعي كلام استاذ احمد شيحه اكيد عندك راي في هذا الطرح، هل الطرح ده بدايه لوضع حلول فعلا؟ كل جهاز مخابرات في العالم او في دول معينه عنده جهاز ازاي يضرب اقتصاد البلد دي. اتعملت في كيوبا واتعملت في بنما، اتعملت في حاجات كتير اسمهم ذا ايكونوميكال هيتمان، وحتى هتلاقي كتب في ناس طلعت وكتبت عليها. بس انا مش شايفه ده في مصر. انا شايفه ان ازمه الدولار دي لو هنرجع زي ما حضرتك بتقول المفروض ان انا كنت اعاون من زمان جدا، بس الدوله عشان تبين ان هي قويه كانت بتدعم الدولار. فانت تدعيمك للدولار ليه؟ سيبه هو كان الماركت السوق نفسه هيشغل نفسه وهيربط ببعضه تاني. بس لو كانت ساب، بس طول السنين اللي فاتت احنا ماسكين الدولار واحنا عاملين ليه؟ بلاد كتير جدا، تركيا ما هو عاون بس النهارده بيتعامل بالعمله بتاعته عشان خلق صناعه وخلق اسم، خلق براند. انت ما بتروح تقول عايز قميص كذا هتلاقي قميص تركي سرار او غيره. النهارده انت في مصر حتى لو بنقول الشركات الاجنبيه، طب انت فين؟ انت ليه الاستثمار يعني ايام عبد الناصر انت استثمرت في جيل كتعليم وده كان تعليم كويس، كل دول راحوا طوروا المنطقه كلها ما طوروش البلد نفسها. اما رجعوا بحاجتين، بفلوس ورجعوا بفكر ديني غريب. اما جيب الفلوس ما استثمرهاش في مصنع، ما استثمرهاش في كده، استثمرها في شقه. كل الناس ساعتها بقى طلعت زهراء المعادي ومش عارفة أبراج المعادي. فالاستثمار نفسه بالفلوس اللي كانت جاية من بره أو المصريين من الخارج انت بتستثمره كمصري جوه عقارات. وما حدش بيفكر اللي هو لأ هروح أشتري حاجة في البورصة أو لأ هعمل مصنع، ما حدش عايز يعمل كده. والنهاردة هتبقى كارثة أكتر، إن انت النهاردة بتحط فلوس في البنك بتاخد إليها 20%، هتشتغل ليه؟ فبتكسل انك انت تدخل في المشروعات اللي هي ممكن تعمل مستقبل اقتصادي وبتستسهل انك انت تاخد الفايده. بص انا شايفه حاجتين مهمين جدا. اول حاجه نركز على التعليم بتاعنا كويس قوي، نركز على المشاريع او الشركات المتوسطه والصغيره عشان دي اللي بتعمل لك البالانس بتاعت الاقتصاد يا معتز. انت عندك 300 واحد غني و90 مليون فقير، واللي في النص ده اتنفى وبيتنفي كل يوم اكتر وبيتاثر كل يوم اكتر، اللي هي الطبقه المتوسطه. الطبقه المتوسطه دي لازم تبنيها وتبنيها كويس جدا. ثالث حاجه والمهمه قوي، وده يمكن النهارده كنا في بورسعيد كهيئه مفكره، عشان كده احنا هنبتدي 2017 ان شاء الله نركز على المحافظات وايه اللي يطلع من كل محافظه وايه التنافسيه. تعرف ان في الصين المحافظات بينافسوا بعض عشان الاستثمار. فاحنا كده مصريين رايحين نستثمر في الصين، فهتلاقي محافظه كذا المحافظ جاي قبلك وهكذا. بس لازم اقول انا عندي ايه وازاي. حتى انت اي مستثمر سواء لوكال او انترناشونال اهم حاجه عنده هطلع امتى. انت عارف بيعمل البيزنس بلان، انت هعمل اكزيت وهعمله ازاي. هل هعمله عن طريق بورصه؟ هل هعمله عن طريق ان انا هبيع وهكذا. انا مشكلتي في مصر المستثمر سواء مصري او جاي من بره مصر ما بيتعاملش كمستثمر. ما بوريهوش انا عندي ايه، ما بديروش وما بديروش اللي البلاد حواليك. انت بقيت في منافسه. النهارده مصر كانت البلد الوحيده اللي في المنطقه، النهارده بقى في الاردن، بقى في دبي، بقى في ابو ظبي، بقى في السعوديه، في ناس اللي في دول المغرب العربي. وحتى افريكا يعني احنا لو نتكلم افريكا بقى فيها فرص استثمار، فبالتالي الصين بيدعم الصينيين اللي رايح هناك. اللي حضرتك بتقوله ان بس بيدعموا في افريقيا، ممكن يدعموا هنا في شركه واحده صيني بس هناك في 10. طب ايه رايك طالما اتكلمتي عن المستثمر وعن البلان او الخطه بتاعت مستثمر ان هو يدخل بلد علشان يطلع منها بمكاسب وبارباح، نشوف تجربه المهندس محمد بركه وهو مستثمر يعني كبير يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عاوز أقول لحضرتك حاجة مبدئيا، إذا قل إيمان الأمم أو الأمة زادت الأسعار. وإذا زاد
إيمان الناس وإيمان الأمة قلت الأسعار. الناس عندنا ما بقاش عندها إيمان ونسيت ربنا حقيقة. غلاء الأسعار ده بسبب جشع بعض الأشخاص، مش كل الناس، مش كل التجار. ده كل التجار جشعة. حكاية تعويم الجنيه وحكاية الاستثمار والكلام ده فكرة جيدة جدا. أنا شخصيا مستثمر في مصنعين في مصر. لكن نقول ما دور وزارة الصناعة مع المستثمر؟ عملت ايه وزارة الصناعة للصناعة في مصر؟ ايه دور حضرتك الدعم اللي سيادتك اتكلمت عليه ده مع المستثمرين او مع الصناعة؟ الدعم بتاخده صناعات في مصر ليست صناعة. يعني بيجي لك واحد يعبي شوية شاي، يستورد الشاي ويعبيه في باكت ويصدره ياخد عليه دعم وما انتجش. ده المفروض ما ياخدش دعم، بل بالعكس ده اللي بياخد الدعم الاول لان ده واصل. احنا عاوزين الناس تبقى عادله في البلد علشان الشعب ده يلاقي سلعه رخيصه. تاني حاجه الاحتكار اللي اتكلم عليه الاستاذ احمد، الاحتكار بس من شركات اجنبيه، احنا بنخلق الاحتكار للشركات. يعني وزير التجاره ده قراراته بغلق استيراد السلع ده بيؤدي لاحتكار السلع المصريه. واي مصنع مصري هيلاقي نفسه لوحده بيبيع لوحده هيغلي ومش هيجود، يبقى جودته قليله وسعره غالي. حضرتك زمان اتحكم في السوق، اتحكم زمان من 12 سنه كده او حاجه فرضوا اغراق على البورسلين. كان المج ده بيتباع ب 2 جنيه. اول ما فرضوا اغراق عملوا 12 جنيه المصنع المصري في نفس اليوم. طب احنا من التجارب دي ما نتعلمش؟ لا ما اتعلمناش. حته ال 20% اللي الاستاذه نانسي قالت عليها خلت الناس مش هتشتغل. 20% فايده على الودائع في البنوك. ما هو انت لحضرتك النهارده عشان تكسب 20% كتجاره او كصناعه لازم تكسب 60% عشان تطلع صافي 20%. انت الدوله النهارده سهلت الامر للناس تنام في البيت بال 20%. بتهيألي الدولة اللي تقصده وحضرتك صححت السيطرة على مسألة الدولار برضو. يعني حضرتك اللي عنده دولار يا جماعة يجي يحوله وياخد عملة مصرية يحطها في وديعة ياخد 20%. محدش حول الدولار، سعر فايدة مش موجود في العالم. محدش حول الدولار، محدش حوله. حضرتك اللي جابوا الفلوس دي تقريبا كلها كانت ودائع جوه البنوك وشهادات جوه البنوك. الناس فكت الودايع وفكت الشهادات وربطتها ب 20% او استلفت على الشهادات اللي هي كانت ب 12% بيدفع 15% وبيكسب 5% فرق، بقى عامل شهاده ب 12 وعامل شهاده ب 20. هو حضرتك ما حدش باع الدولار. ما هو احنا لما نيجي نقول ايه، هو كانت فكره اللي عملوها زمان انك تبيع الدولار وتاخد 16% فايده او 15% لما كانت 10% كانت فكره جيده، بس كان الدولار ب 8 جنيه في البنك و80 قرش وفي السوق ده السوق ده ب 18 جنيه. فمحدش هيبيع. طبعا. فطبعا الوقت كان غلط. انت عاملها دلوقتي. التعويم نفسه لما قالت الاستاذه نانسي ان التوقيت غلط، احنا من بدايه الثوره وهم بيحموا الدولار. محافظ البنك المركزي ضيع احتياطي الدولار. ضيعه عشان يحافظ على الدولار، ولا يستطيع المحافظه على الدولار. احنا لازم ننتج. لازم نشتغل. لازم نصدر. كويس قوي. احنا كل تصديرنا مواد خام. بنصدر ماده خام اكتر من الصناعه، يعني احنا غير مصنعين. لازم ننتج، لازم نشتغل، لازم نصدر. ونزرع. لازم نزرع. نزرع. لازم نزرع. نزرع. احنا حضرتك بنستورد عدس. عدس. لازم نزرع لان احنا بندفع عمله صعبه كتير جدا في استيراد الاكل اللي بناكله. مش كده؟ يقال اظن 60 أو 70% من السلع الغذائيه. في بعض السلع 100%. انت حضرتك بعض السلع 100%. انت حضرتك بتستورد فول. فول. ما انا عارف. عدس. 50,000 فدان عدس يتزرعوا في مصر يغرقوا مصر عدس. احنا حضرتك كنا اول دوله منتجه للقطن. انا عندي شركه قطن. كانت مصر بتزرع 2 مليون فدان. الرقعة الزراعية نزلت 175,000 فدان. طب احنا هننافس ازاي؟ زائد ان انت عندك البذرة اللي موجودة اللي بتزرع بيها القطن دي مش منتجة. امريكا ابتدت تنتج طويل التيلة، جابت بذرة زودت الانتاج للدب. احنا بننتج 6 انتار او 7 انتار في الفدان. هم طلعوا 15 انتار. الرقعة الزراعية زي ما هي، لكن ادور على بذرة تديني انتاجية اعلى. ما عندناش حد بيدور.
هم عندهم من البذره دي موجوده طول عمرها شغالين عليها. انت لازم تطور يا وزير الزراعه، لازم تطور. شوف الناس تطورت ازاي في الزراعه. الرقعه الزراعيه لو هي زي ما هي تقدر تضاعف الانتاجيه، الانتاجيه تضاعفها بالبذره نفسها بالمنتج نفسه. لكن انت ما تقعدش تدور انك هتقعد تستصلح. الاستثمار في 5000 مصنع مقفولين، عملوا ايه مع المصانع دي؟ بقالهم 6 سنين بيشكلوا لجنة عشان تدرس حالة هذه المصانع ليه قفلت. حتى هذه اللحظة اللجنة ما تشكلتش، حتى هذه اللحظة ما فيش مصنع اتقفل. بس الحكومة مقدمة قانون استثمار جديد، بقول لحضرتك ولا هيطلع. ما هو القانون الاستثمار ده من 3/2015 وضيعوا المؤتمر الاقتصادي بسبب قانون الاستثمار. انت مش عارف تطلع قانون الاستثمار وعامل مؤتمر اقتصادي وصرف عليه والدولة صرفت عليه ومؤتمر ناجح، فشلته بانك مش عارف تطلع قانون الاستثمار، لان المستثمر مش عارف يعمل. المستثمر مش لاقي قانون يشتغل عليه، هو متردد ان هو يجي يستثمر طبعا في مصر. طبعا انت لازم حضرتك يكون عندك قانون. وبعدين احنا ايه المانع ان انا اشوف دولة ناجحة في قانون الاستثمار بتاعها واطبقه؟ مش لازم اخترع. كل الناس بتنقل من بعض. ده الصناعه نفسها بتنقل من بعض. انا لما باجي اصنع عندي في المصنع، ما انا بجيب النوع هاو من بره، ما انا بنقل حتى الشكل نفسه بنقله. طيب كلام حضرتك كلام الحقيقه مهم جدا. لازم يبقى فيه استثمار، انا فاهم. لازم نشتغل، لازم نزرع، لازم نصدر، لازم نعتمد على نفسنا، انا كل ده فاهمه. بس لما الاستاذ احمد شيحه كان معايا من اسبوع تقريبا قال لي في حلول للاسره المصريه، هي فين يا استاذ احمد؟ طيب احنا اتفقنا وان الصناعه والزراعه كل الكلام ده كلام مظبوط، بس دي حلول طويله الاجل. عشان تاخد ارض وتاخد رخصه وتاخد الكلام ده كله 2-3 سنين. احنا في ازمه حقيقيه ولا مش في ازمه حقيقيه؟ احنا في ازمه حقيقيه. مين سبب الازمه؟ القائمين على الملف الاقتصادي. نمره واحد، سيد وزير الصناعه والتجاره لما جه اصدر قرار 43 بمنع 26 مجموعه سلعيه، وقال لك عشان حمايه الصناعه المصريه. سيد وزير المحافظ البنك المركزي قال لك حد السحب والايداع ومفيش تحويلات ومفيش فتح اعتمادات ولا تسهيلات موردين في الاخر. العنوان كان حلو قوي، حمايه الصناعه المصريه، تشجيع المنتج المصري. انا عايز اقول لحضرتك احنا الصناعات المصريه تعتمد بنسبه 100% على المكونات الخارجيه. حتى في الدواء اللي احنا بنصنعه كل الماده الخام بنجيبها من بره، المواد الغذائيه، الزراعه ما كناش نجيب المبيدات والبذور مش هيبقى عندنا زراعه. اذا لازم نعترف بالواقع اللي احنا فيه. لما انت يا سيد وزير الصناعه والتجاره اصدرت قرار بمنعت 26 مجموعه سلعيه، قرار 43 في شهر 3 وخرج المستوردين من السوق، احنا توقفنا تمام. ايه النتيجه بقى؟ ما هو الاقتصاد نتائج. هل الدولار لما انت اصدرت القرار ده كان ب 7 جنيه دلوقتي وصل ب 20 جنيه، دي سلبيه ولا ايجابيه؟ هل الاسعار اللي تضاعفت 3 مرات و4 مرات عن الاسعار اللي موجوده، هل الاحتكارات اللي زادت الكيلو الرز اللي كان ب 2 جنيه 75 دلوقتي بتتكلم في 8 جنيه و9 جنيه؟ اذا عندنا اسباب ادت الى هذه الازمه. طيب نحل الموضوع ده ازاي؟ انا بقول لحضرتك زي ما حصل في حاجه بسيطه عمليه القوات المسلحه قضت على سلعة فيها احتكار او قضت على الاحتكار اللي في السلعة دي. لبن الاطفال، كان لبن الاطفال بيتباع ب60 جنيه وكان عامل ازمة وطوابير، لما دخلت القوات المسلحة واشترت باعت نفس اللبن وبنفس المصدر وبنفس المواصفات ب30 جنيه وكسبانة 5 جنيه في كل علبة. لما انت تيجي زي ما قال محمد ببرك الراجل بتاع المجات 15 سنة تديله رسوم اغراق عشان خاطر تحمي الصناعه بتاعته وهو ما بينتجش اكتر من 18-20% من حجم الاستهلاك في السوق المصري، وبينتج نوعيه وحيده اللي خزف الصيني دي فيه عشرات الانواع والاصناف. اذا النهارده عايز تقضي على الازمه اللي موجوده دي لازم تبقى في منافسه شريفه في التجاره وفي الصناعه وفي الزراعه، مش كل اتنين ماسكين لي سلعه هم اللي بيتحكموا فيها. تلاقي بعض السلع واحد بس اللي بيبيعها واللي بيشتريها واللي بيصنعها واللي بيصدرها. هتلاقي في كل السلع، يعني انا هدي حضرتك مثال. نتيجه الاحتكار ده حملت الدوله ارقام كبيره جدا جدا، وانا ممكن كان يعني ما جبتش الاوراق معايا، في سلع اساسيه استراتيجيه الدوله كلها بتاخد من المصنع الوحيد دوت. السعر دلوقتي انا لسه مضطر ليه طبعا. لا ما هو اضطر ليه؟ لان في ضغط من اصحاب المصالح عملوا قانون اسمه تفضيل المنتج المصري. يعني انا لو جبت منتج افضل من مصر لا اخد المنتج المصري، ارخص من مصر اخد المنتج، قانون
شوف الجبروت بتاعت الناس دي عملوا فيه. حتى لو كان منتج جاي من بره افضل من المنتج المصري. ما فيش الكلام ده، يقول لك لا احنا نفضل المنتج المصري. شوف بقى فرق الاسعار، 40% من القيمه اللي بيورد بيها للمصالح الحكوميه، ودي ارقام بالمليارات، هي قيمه اللي جايه من بره. يعني هو لو ب 10 جنيه انا بديها له ب 4 جنيه واجود ومعلمات الجوده والكلام ده كله. في بعض السلع برضه مش هذكر اسماء، احنا بنجيبها من بره، المتر بيكلفنا 95 جنيه ونولون وشحن والكلام ده كله. المصري المحتكر اللي محدش بيعرف يشتغل جنبه بيبيعه ب 400 جنيه. قيس على كده، المج دوت زي ما قال محمد ببركه، في اطقم صيني كانت بتباع ب 300 جنيه و 400 جنيه، بعد القرار النهارده ب 1800 جنيه. اذا احنا هنقعد نقول صناعه صناعه صناعه، انا بقول لحضرتك احنا بنستورد الماده الخام مستلزمات الانتاج والمكن والنو هاو من بره. في صناعات احنا مش انا اقول لحضرتك في بعض الدول او بعض الشركات استغلت المناخ الاستثماري الجيد جدا في مصر، لان مصر دي احسن بلد تكسب فيها. قال لك في اتفاقيه التجاره واتفاقيه الكوميسا، اتفاقيه التجاره العربيه، مفيش جمارك، فتعالوا بقى نعمل مصنع هنا اهو، مفيش مصنع، هو عمليه تجميع، جمع ودي للدول دي عشان نبقى معفيه من الجمارك. زي الشاي احنا ما بنعملش شاي، زي الزيت، زي الادوات التجميل اللي هي الشامبوهات والكلام ده كله، بتيجي بالكو تتعبى في ازازه، والازازه بتيجي من بره ويقول لك حمايه صناعه مصر وياخد دعم صادرات. لما احنا صادرت القرارات ده هو بس بيجمع المكونات دي ويعبيها في الازازه. لا ننتج شاي، لا حتى الازازه نفسها بتيجي من بره. انت عارف حضرتك مثلا في السجاير اللي هو حجم التجاره فيها بيتخطى ال 40 45 مليار، الدخان بنجيبه من بره، الورق ده بنجيبه من بره، الفل ده بنجيبه من بره، احنا مجرد تجميع. الكرتونه اللي بنعبي فيها السيجاره بنجيبها من بره. ويصدر قرار من السيد وزير الصناعه والتجاره يقول لك انت، بنقول انت عملت جاي، يقول لك انا عشان احمي الصناعه والسلع دي كماليه. يعني هل الثلاجه كماليه والغساله كماليه والسجاده كماليه والمفروشات كماليه والمروحه طيب كماليه؟ ماشي استاذه نانسي، معلش هنقل الحوار طبعا. احنا بنتكلم النهارده على الحلول، وانا في الاول قلت الاسره المصريه بتتساءل يا ترى الغلاء رايح لفين؟ ويا ترى نقدر نعمل ايه عشان نواكب غلاء الاسعار؟ بص، في حل ممكن، في كل بلد في الدنيا وكل شركه وكل حاجه في شورت، في المدى القصير والمدى الطويل. طويل. حتى لو احنا بنقول الصناعه على المدى الطويل، وانا مش مقتنعه بكده عشان عندي 5000 مصنع، واخر رقم كان عندي 6000 على فكره. هو بيزيد. سبعه بس انا ما رضيتش اقول. تعالى مش عايز تحط 6000 مصنع ايه؟ مقفولين؟ مقفولين. سبعه، هم 7000 مصنع مقفولين. اوكي. النهارده وفلوسهم موجوده بصناديق جايه عشان يتفتحوا تاني. الناس اللي جايه بالصناديق دي طالبه ايه؟ معلومه، يعني اديني المصنع ده في مكان قد ايه؟ بقى ديبريشيتد قد ايه؟ وانا هخش معاه شريك واشغله تاني. احنا كهيئه مفكره رحنا هيئه الاي ام سي، يا جماعه عايزين المعلومات. ده الكلام ده من قبل رمضان. ما خدش معلومه لغايه دلوقتي. كان في 3 صناديق قدامنا عايزين يستثمروا في مشاريع متوسطه بالذات والمصانع المقفوله. ده حل أصلا. يرجعوا يعني يضخوا فيها رؤوس اموال، اللي هي فينشر كابيتال يا معتز، مش عارفه يعني ايه بالعربي. ان هو بيخش معاه، انت عندك فكره او عندك مصنع، انا هخش معاك كفينشر كابيتال، هبقى انا ليا 51% او 5، لازم ابقى انا اكتر، وهفتح عشان يحافظ على فلوسه، عشان يحافظ على فلوسه طبعا، وهقعد معاك وهوجهك في نفس الوقت. ما هو خد بالك برضو، راس المال جبان. انا اما اكون شركه من بره وشايفه ان الاستثمار الداخلي بتاع الدوله دي هما ما بيستثمروش جوه دولتهم اصلا، هستثمر انا ليه؟ هخاف طبعا، هخاف. دي حاجه. لو اتكلمنا على الكوميسا وان احنا بس نبقى تعبيه لافريكا، انا موافقه. يا ريت يا رب. اللي هي صناعه الترانزيت نعبي نعبي بس بس صناعه الترانزيت. لا ما ندعمش، انت تدعمي صناعه. لا، صناعه الترانزيت اللي موجوده في دبي واللي موجوده في الاردن. انت عارف حضرتك دبي بس 346 مليار دولار حجم التجاره اللي بتعدي عندها. عندها في جبل علي بس حجم التجاره في جبل علي 90 مليار دولار، وهي اللي عندها حتى البني ادمين بتستوردهم من بره. اذا احنا عندنا من الاليات ومن عندنا من الافكار ان احنا نجيب دولار بمجرد خدمات. القيمه المضافه زي ما بتقول لحضرتك دي في صناعه الترانزيت او اللي هي بالتعبيه والتغليف افضل كمان من دبي. هنستفيد شوفي كام دوله في الكوميسا في الدول العربيه. احنا عملنا مؤتمر عن الكويز، وكانت ساعتها امريكا قافله على التشاينيز، اما قفلوا على كوتا معينه.
جبنا الصينيين وقول لهم طب تعالى صنع في مصر واستعمل انا عندي كم اتفاقيات تجاريه واستثماريه اللي ما حدش بيتكلم عليها خالص. انت عندك اتفاقيه مع كندا لو دفعت ضرائب هناك ما تدفعش هنا، لو دفعت هنا ما تدفعش هناك. عندك 31 اتفاقيه استثماريه من العرب لالمانيا، ده جزء، والاتفاقيات التجاريه جزء تاني. اوكي انا النهارده لما اجي اتكلم ان دوله فيها كل ده، جبنا الصين صنع في مصر وبعت افريكا وبعت امريكا، ايه المشكله؟ ما تستعمل الاتفاقيات بتاعتي، خليني ابقى انا الهب بتاعك. ودي تتعمل بسرعه جدا، وهو انا ما بنختلفش في ده، هو احنا بنقول في دماغه 10 اسامي دلوقتي ما بتديش دعم لسلعه جايه تتعبى وتطلع. لا طبعا انا لا هم بيدوا، لا غلط، ده خطا غلط. ما يتحكم روسي الاموال غلط، ان هم مقفولين وان انا في مطار ومقفول غلط، ورايح اعمل واحد جديد ليه؟ طب اصلح القديم. استثمار يعني بص موجود داخلي النهارده. انا كنت بتكلمي متهيألي على غياب منظومه الرؤيه، بتتكلمي على بتتكلمي دلوقتي على مصنع، بتتكلمي على طرق، بتتكلمي على لانه في طبعا طفره في الطرق طبعا، انما بتتكلمي على المطار مقفول ليه؟ طبعا انا متهيألي انت بتحلمي بدوله تقدم مناخ استثماري جاذب لواحد جاي من بره وعنده فرص بديله في المنطقه. البنيه التحتيه موجوده اللي بتقول عليها حضرتك، موجوده طرق، عندنا قناه السويس، عندنا مطارات، عندنا اماكن تقدر تنافس. مش هنقول في المنطقه مبدئيا، واحنا تاني لو احنا اتكلمنا على افريكا والقماسه بالذات، اما كنت هناك الطماطميه ب 3 دولار، طماطميه الواحده 3 دولار يعني بحوالي 60 جنيه، 4 دولار الخياره. ده فين؟ كونغو. كنشاسا اللي هو 70 مليون. ما فكرناش بعد كده لما تكون هناك وتقعد مع اعلامي زي سيادتك يقول لك انا اتعلمت في مصر، رئيس الوزراء انا خدت في اكاديميه، يعني البيس بتاع مصر محبوبه في دول معينه ودول تانية في افريقيا، المصريين مكروهين خلينا صراحه. مش كل الدول. انا هشتغل على الدول اللي حابيني واللي ال 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 الوزارات بتوعهم اتعلموا عندي، واعمل معاهم شغل، افتح شغل. ليه لا؟ انا شايفه ان مبدئيا مجلس الشعب ما يعملش قوانين جديده. من فضلك فك القلق اللي عندي اللي من ايام عبد الناصر عمال يكلكع يكلكع طول النهار بنعمل. لا انا مش عايزه، مش عايزه جديد، فكي لي. عشان لما اجي اتكلم مع محمد بيقول له بص بقى انت عندك مصنعين هنا في مصر، تعالى بقى نعمل ايه؟ بدل ما احنا بنطلع القط بتاعنا عشان يتصنع بره، احنا اللي هنصنع القماش هنا. طيب خلينا عايز افرجكم بس على نبض الشارع، يعني اللي احنا بنتكلم عشانهم اساسا، يعني لان احنا الكلام خدنا في شكل شويه نخباوي. انا عايزين نتكلم بقى في الحلول التعبير. فتعالوا علشان نتكلم في الحلول نبدا مع مراسلنا الموجود في الهرم تامر مجدي. مساء الخير يا تامر. اهلا بيك يا استاذ معتز. لازلنا في ازمه ارتفاع الاسعار، المصريين لسه بيعانوا من ارتفاع الاسعار، عشان كده قررنا ننزل معاهم في وسط البلد في منطقه فيها ناس عدد كبير من الفوق المتوسط والمتوسط بعض الشيء اللي لسه بيشتري سواء الحاجه ام 200 او ب 100. خلينا نشوف كمان اصلا الغلاء ده مأثر على البياعين الاول ولا لا. معانا احد الباعه المتواجدين هنا النهارده في شارع العريش. قول لي الاسعار بالنسبه لك بقت غاليه ولا لسه في ازمه كبيره؟ لا غاليه، الاسعار غليت فوق الغلو الرسمي. انت الاول بتتاجر في ايه؟ انا بتاجر في الحريمي. بيعمل ملابس حريمي. الحاجه ام 50 وصلت 120. ما فيش بعد كده تاني، يعني غلاء فوق الغلاء الرسمي. تمام عظيم جدا. قول لي حاج انت برضو بتتاجر في حاجه والاسعار اخبارها ايه معاك؟ طبعا كلنا بنتاجر، بس للاسف الشديد الاسعار كل يوم في علو. النهارده تروح تجيب البضاعه بجنيه، تيجي تاني يوم بص ايه يقول لك 3 و4 جنيه. طب ليه الدولار؟ احنا مالنا ومال الدولار؟ هو احنا بنبيع بالدولار؟ احنا بنبيع بالمصري. تيجي تبيعها للزبوني، الزبوني يقول لك ليه غاليه. طب انا هعمل ايه؟ ما هو التاجر بيغلي عليا. خليني اسال حضرتك، كنت شايفك بتحاولي تشتري، بس قولي لي اخبار الاسعار ايه؟ بشتري بتفرج عشان ولادي. انا كل يوم انزل الاقي الاسعار بتزيد، بدل في اليوم مثلا مره او مرتين يعني، بس الاقي سعر بالنهار غير بالليل. كل يوم على كده، كل يوم في كل حاجه، في كل السلع الاساسيه للمصريين. هل التجار اللي بتغلي ولا هم التجار نفسهم؟ التجار نفسهم بيشتكوا، التجار نفسهم بيقولوا احنا خلاص توقف حالنا، مش عارفين نبيع ونشتري. احنا كمان نفسنا نفس الحكايه، نفسنا نشتري لاولادنا ونفسنا ناكل عيالنا، مش عارفين زي الاول. خلاص
خليني كمان لو سمحت اسال بعض الناس المواطنين، نقول لي حضرتك طالب ولا شغال ولا ايه؟ انا طالب. حضرتك اللبس اخباره النار، يعني انا كنت ب 1000 جنيه ممكن اجيب طقم واثنين وثلاثه، دلوقتي انا ممكن اجيب ب 1000 جنيه جاكيت بس. يعني دي مش اسعار، يعني علبه التونه يا باشا كانت ب 5 جنيه دلوقتي ب 18 جنيه. هنعمل ايه؟ انا كطالب بدفع 10000 جنيه في السنه مصاريف من غير اي حاجه، فين بقى الفلوس بقى الباقيه؟ يعني الله يكون في عين الاباط والله. تمام. قول لي حضرتك شغال في تجاره معينه او حاجه؟ ايوه فندم تجاري. قول لي الاسعار اخبارها ايه معاك؟ الاسعار بقت بزياده مستمره، مشكله كبيره، وصلنا لحاله اكتئاب، وصلنا لحاله ملل، مش عارفين نعمل ايه، مش عارفين بكره في ايه. فنتمنى من ربنا ان ربنا يكرمنا ويعدي المرحله دي، تبقى المرحله اللي جايه تبقى احسن، املنا من ربنا سبحانه وتعالى. يعني قول لي يا شحيق اسعار الاخبار ايه معاك؟ والله حضرتك الاسعار مرتفعه بزياده كبيره قوي، فوق 100%، ودي مشكله كبيره، مشكله على المواطنين ومشكله على محدود الدخل، مشكله كبيره. المفروض جهاز حمايه المستهلك اللي يشوف الدنيا رايحه فين، الحكومه تطلبه على الارض وتشتغل يا عم ويشوف الدنيا. تتصل بشكوى على حمايه المستهلك عشان تقول لهم الاسعار؟ انا بشتكي حمايه المستهلك يطلبوا يشوف المواطنين، يشوف رفع الاسعار دي في الزيادات تحت وكل الدنيا دي. اخيرا اخبار الاسعار معاك؟ لا الاسعار عاليه جدا، انا نتمنى الاسعار ترجع زي الاول. احنا الاول كنا بنقول الاسعار عاليه، دلوقتي الاسعار اعلى واعلى واعلى. خليني اقول لك استاذ معتز انه عدد كبير من المتواجدين دلوقتي هنا بيعانوا من ازمه الاسعار في مصر، ودول فئه متوسطه للغايه بيعانوا من ازمه الاسعار. متواصلين معاك استاذ معتز، عوده مره اخرى ليك في الاستوديو. شكرا لتامر مجدي وضيوفك من منطقه الهرم. برضو هنستمع الى مزيد من الاراء عن طريق الاتصالات التليفونيه. هبدا مع صبحي من الشرقيه. اتفضل يا صبحي. مساء الخير. مساء النور يا باشا. اتفضل. اهلا وسهلا. ازيك يا باشا؟ الحمد لله تمام. معلش سيبوني اتكلم كلمتين بعد اذنك. اتفضل حضرتك اتفضل. انا دلوقتي الراجل اللي هو بتاع الشاي ماشي؟ جايب الشاي من قيمه 6 اشهر، هو بغليه دلوقتي ليه؟ غلاه 300 جنيه الطرد. نعمل احنا؟ اتفضل انا سامعك. انا دلوقتي موظف. طبعا 5% المعوقين، وباخد 68 جنيه ونص في الشهر، ومعايا 24 كمان. نعمل احنا؟ نجيب منين؟ تجيبوا له منين؟ سؤال مهم جدا، سؤال مهم جدا. يعني انت دخلك ما زادش والراجل بيزود عليك، فانت بتقول انت هتجيب له منين؟ سؤال الحقيقه في محله جدا. بشكرك يا صبحي. اخد شلبي جابر سكرتير شعبه الجزارين طلب المداخله. اتفضل يا استاذ شلبي. السلام عليكم يا فندم. السلام عليكم يا استاذ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نمشي عليك وعلى ضيوفك الكرام. شكرا. وبشكرك للمداخله. طبعا احنا بنعاني في جزارين جالها حاله احباط، في جزارين قفلت بالفعل. في جزارين قفلت بالفعل، جالها حاله احباط، سعر كيلو اللحمه النهارده في المناطق الشعبيه بيتراوح من 110 ل 120. سعر كيلو اللحمه البلدي الحر في المناطق الشعبيه بيتراوح من 110 ل 120. طب الحل ايه؟ عرضنا الحلول دي قبل كده في الغرفه التجاريه، بنعمل اجتماعاتنا في الغرفه التجاريه في شعبه الجزارين، مفيش مسؤول بيجي، المسؤول بيبعت لنا مندوب. بنتكلم مع المندوب، المندوب يقول لنا حقك هرفع تقرير للمسؤول. فانا عايز اخد مع المسؤول اقول له الحلول ايه للازمه واسرع حل للازمه ايه؟ انا عندي حلول واسرع حل للازمه ايه؟ اولا انا عندي في ماده في الدستور بتقول تلتزم الدوله بالحفاظ على تنميه الثروه الحيوانيه من عدم انقراضها. فين الدوله من الماده دي يا فندم؟ انا عايز مسؤول اقابله اقول له فين حضرتك وفين الدوله من الماده 45 اللي بتقول تلتزم الدوله بالحفاظ على تنميه الثروه الحيوانيه؟ فين احنا من الالتزام؟ فين احنا من الحفاظ على تنميه الثروه الحيوانيه؟ لا زال في ذبح تلو شغال، في ذبح تلو لا زال في ذبح اناث لحد الان، بتلو مستمر في الذبح لحد دلوقتي، مش قادر اوفر شويه علف للحيوان، مش قادر اوفر شويه علف للمواشي، بستوردها من بره. الحل ايه؟ بستورد العلف من بره، العلف اللي هو بتاع البيمه انا بستورده من بره لحد دلوقتي، الذره الصفراء اللي هي الخامه الاساسيه، كل الصويا انا بستورده حضرتك من بره. الحل ايه؟ طب اسرع حل اللي انا عايز اعمله، عندنا حلول سريعه، عايزين حد مسؤول يجي يحضر اجتماع شعبه الجزارين بالغرفه التجاريه يبقى يوم الاثنين الجاي. نشرف مسؤول نتكلم معاه، قابلت رئيس لجنه الزراعه، وكيل لجنه الزراعه مجلس النواب، قال لي اعمل لك لجنه استماع، تروح مجلس الشعب تستمع فيها، تقابل الوزير، الوزير ما جاش ما بيحضرش، وزير الزراعه انا بقول لك على هو ما بيحضرش اجتماعات مجلس النواب. ايه رايك شلبي علشان بس حرصا على اشراك عدد اكبر من المتصلين
انا بفكر نعمل زي ريبورتاج او تقرير تلفزيوني عن مسألة الجزارين ومسألة الشعبة والمحلات الجزارة اللي بتقفل. هنتواصل معاك ونعمل تغطية لهذا الموضوع. محمدي من بنها، اتفضل يا محمدي. مساء الخير يا فندم. انا عايز اتكلم. مساء الخير يا فندم يا استاذ معتز. مساء النور. احنا ناس مزارعين من دجوة، مؤمنين على جمعية على البطاطس التقاوي من في الجمعيات الزراعية، مستورد واحد بس اسمه مختار ابو باشا يا فندم، متحكم فينا بحالنا. لغاية النهاردة ما زرعناش حباية بطاطس، وكل يوم يا فندم يقول لك البطاطس ما نزلتش، البطاطس ما جاتش. واحد بس يتحكم في قوت بلد، مختار ابو باشا يا فندم بيتحكم في قوت بلد بحالها. تمام، ده من حق مين؟ طيب شكرا يا محمدي. ليلى من القاهره، اتفضلي يا ليلى. يا خير يا استاذ معتز. مساء النور، اهلا وسهلا. سمعت يا استاذ معتز، احنا منطقه شعبيه فقيره جدا جدا، والاسعار عندنا اغلى من السوبر ماركت في اللحوم وفي في السلع الاساسيه وفي كل حاجه. انتوا منطقه شعبيه فين بالظبط؟ منشيه ناصر في المعتز. منشيه ناصر، طيب. وبعد كده في المعتز انا معي لسانس، وجوزي معاه لسانس، اقسم بالله في المعتز ولا وظيفه ولا شغل عادي ولا اي حاجه، معانا اربع اولاد والله العظيم في المعتز. ولا انت بتشتغلي ولا جوزك بيشتغل؟ ولا انا بشتغل ولا جوزي بيشتغل، واحنا شباب في المعتز وعندنا صحه وعندنا عافيه، نفسي نستثمرها في شغل في اي حاجه في المعتز. مفيش اي شغل والله العظيم من ساعه الثوره مقام، والحاجه نايمه خالص معانا تعبانه، واحنا تعبنا. انا ليه اكتر من 15 يوم في المعتز، نفسي اتوصل لحضرتك والله. طيب انا ما اعرفش المعتز بحاجه اخيره. انا يعني هناخد حضرتك مع رجل اعمال محترم جدا الاستاذ محمد الطويل، لو تقدر في المعتز توصلنا بيه على اي شغل بالله عليك يا استاذ معتز. انا راميه كل حملي وكل مستقبل اسرتي على حضرتك والله العظيم، ان احنا في حاله اكتئاب شديده جدا والله العظيم يا استاذ معتز. حاضر، اللي هنقدر نعمله هنعمله، والفريق الاعداد يساعدك في هذا الموضوع. هتوظف مين ولا مين يعني؟ هو دي مجدي من الشرقيه، اتفضل يا مجدي. عايز ارجع للحوار. السلام عليكم استاذ معتز. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحيه لحضرتك وضيوفك الكرام. يعني انت حضرتك كل يوم بتفتح لنا موضوع بتمس بيه قلوبنا، وده من سمات الاعلامي الناجح المجتهد اللي زي حضرتك. شكرا. اولا الاسعار يا فندم، احنا عندنا يعني انا مجد البجري من مركز الحسين محافظه الشرقيه، مش عدنا عارفين السعر ماشي ازاي. التاجر النهارده بتجيب كيلو السكر ب 12، الساعه 12 ب 13، الساعه 6 ب 17، عاجبك خده مش عاجبك خده. مفيش آلية للرقابة يا أستاذ معتز، مش عندنا أي حاجة، محدش عارف سعر لأي حاجة. الطماطم الصبح بجنيه، بعد الظهر بعشرة جنيه، الكذا بكذا. يا أستاذ معتز إحنا في قرية زراعية، قرية زراعية، عارف يعني إيه قرية زراعية ما تستورد حاجاتها؟ دي كارثة، مصيبة. لا في علف، لا عارفين إن نربي فراخ، عارفة تربي طيرة، ولا عارف تعمل حاجة، ولا في والدولة معدومة من ناحيتنا خالص. يا أستاذ معتز تومين بتوع، أنا عايز النهاردة الأستاذ أحمد شيحة اللي مع حضرتك والجماعة بتوع حماية المستهلك اللي بنتصل عليهم محدش بيرد علينا ويعذبنا، عاوز يقول لي سعر المنتج، يكتب لي عليه كده كيس السكر سعره 7 جنيه زي شركة شيبسي كوكاكولا كده. عاوز حد يطلع من التومين النهاردة، وزير التومين المبجل، يقول لي سعر السلعة في التومين إيه. أنا كل يوم خناقة مع سوق التومين، يقول لي السكر ب 13 جنيه في السلع، لا ب 7 جنيه في التومين، ايه الفرق بين السلع وبين التومين؟ بجيب لي زيت كهرماني يا استاذ معتز، عايز اجيب لحضرتك جزازه واجي لك الاستديو، عباره عن زيت عربيه، زيت بترول مش زيت اكل. يا استاذ معتز نفسي تبعت لنا كامل، احنا بنموت هنا بنعاني، يكفينا بحر البقر والمعاناه اللي احنا بنشربها السم. زيت عربيه ازاي يا استاذ مجدي؟ ما خلينا منطقيين شويه، زيت عربيه هتحطه بيبيع لك زيت عربيه يا راجل؟ عايز اجيب لحضرتك جزازه من زيت كهرمانه يا استاذ محمد. اصل النقد والهجوم. طيب ماشي، شكرا، برضو رقمك معانا. حاضر، فاضل اتصالين كل واحد في نص دقيقه، يعني فاضل لي دقيقه. رجب من الاقصر وعلاء من سوهاج، ابدا برجب، اتفضل يا استاذ رجب. عز والله على الفقرات اللي انت وبتجيبها وانت وفريق الاعداد بتاعك يا استاذ معتز. مش سامع. بقول لك بحييك على الفقرات اللي بتجيبها انت وفريق الاعداد. متشكرين يا عم رجب، ربنا يكرمك. وتحياتي لضيوفك. شكرا، اتفضل. يا سيد استاذ عز، يعني في كلمتين ثلاث كده عايز اقول لك بسرعه يعني. اتفضل. احنا دلوقتي في كلمه بنستند عليها، تروح تجيب كيلو سكر يقول لك ب 15، تقول له ليه كده؟ يقول لك احسن لك كده، ولا احسن تبقى زي سوريا والعراق؟ الكلمه دي بقت ايه؟
بقت شاكه في البلد معنا كل الغلاء كل الدنيا دي، يقول لك احسن كده ولا احسن تبقى زي سوريا والعراق وليبيا. نجاه الرحمن بلدنا باذن الله عمرها ما هتبقى زي ليبيا والعراق ان شاء الله، يعني بمشيئة الرحمن. الكلمة دي اتبللت كتير جو جو جوي، وبعد كده بتوع رجال الأعمال مع احترامي ليهم بعض رجال أعمال والتجار بيطبقوا القانون قبل الحكومة. أقسم لك بالله يا أستاذ معتز كيلو سكر اتباع بعشرة لما طبق القانون الأول رجال الأعمال والتجار، بعد كام شهر الحكومة طبقته خلته بعشرة ونص وخلته بسبعة ونص في التموين. يعني أنا عايز أعرف ليه كده ليه كده. طيب قلت خلاص وصلت الرسالة، وما تخليش حد يستخدم أي فزعات معاك، وكل ما الواحد يقول الدنيا غليت هيقول لك ها هتستحمل ولا سوريا والعراق. ده برضو الراجل يعني بثقافته الشعبية عنده سنس، عنده حس إن ده مش ده الرد. كل الكلام اللي قالوه للسادة والتقرير اللي عملته مظبوط 100%. هنعقب بقى عليهم بعد ما أخد آخر اتصال. علاء من سوهاج، إحنا بنحاول نجيب نماذج من كل المحافظات الحقيقة المصرية. علاء اتفضل، مساء الخير. ازي حضرتك؟ الله يخليك. الحمد لله اتفضل. بخصوص الغلاء وزياده الاسعار اللي في السوق استاذ معتز، انا بشتغل في شركه رائده في انتاج الاجهزه المنزليه. كويس. احنا بنبيع للتاجر الغساله مثلا ب 5300 جنيه، التاجر بيبيعها للمستهلك ب 8700 جنيه. مفيش رقابه على الاسواق نهائي. يا بي انا بقول لك يا تاجر انا بدل ب 5300 ازاي تبيعها؟ يقول لك انا ما عنديش. هو كده. مش اي اليات ولا اي رقابه في السوق. الحكومه سايبه التجار تاكل في الشعب. الشعب غلبان، الشعب جاب اخره. في معتز الناس مش لاقيه تاكل. طيب بتتكلم على الرقابه على الاسعار ودور الحكومه في التصدي لجشع التجار. ما كنتش احب اقول الكلمه دي لان المفروض يبقى فيها هامش ربح يرضي كل الاطراف، ده يكسب وده يشتري وده يصنع والمنظومه كلها تبقى فير. ما السبب ليه؟ يا معتز على فكره مش هاخد اتصالات تانية، عايزين نعقب على كل الكلام اللي اتقال. ايه السبب في ايه؟ زي ما قلت لحضرتك في الاول، في مجموعه محتكره الاسواق المصريه كل اتنين تلاته ماسكين سلعه بيتحكموا في السعر. بتاع الثلاجه ده عنده حق النهارده ب 3000، بكره باربعه، بعد يومين بخمسه وسبعه وثمانيه. ليه بقى؟ لان هو المطلوب مثلا 100 ثلاجه في السوق، هو ما بينتجش غير 20 ثلاجه، فالناس بتتكالب. طب انا اقول لحضرتك حاجه، طقم الصيني دوت برضه من ضمن الناس اللي بتحتكره في السوق، بيتباع ب 1800 وهو تكلفته ما بيزيدش عن 400 جنيه. الناس بتاخده عشان خاطر مش لاقيه وبتعوض فتره الانتظار، تروح تكسب فيه 1000 جنيه. والناس بتدفع مقدم عشان تاخده. لو في بقى عمليه العرض والطلب متوازنه وفي منافسة حرة شريفة، ونلغي بقى حتة الكلام اللي قاعدين يقولوا حماية الصناعة حماية الصناعة. طب انتوا بعد ما قلتوا حماية الصناعة بقالنا سنة، انا عايز مصنع واحد اتفتح، انما في 5000 مصنع اتقفلوا. لا عايز اقول الدولار من ساعة ما كان بسبعة جنيه بقى بعشرين جنيه. في سياسات غلط بيديرها مجموعة من اللواء المسؤولين، سيد وزير الصناعة والتجارة مع احترامنا وتقديرنا لشخصه ما عندوش فكرة يدير الاقتصاد الصناعة والتجارة ازاي. قرارات اللي صدرت من البنك المركزي هي اللي ادت الى هذه الازمات وهذه الاحتكارات. اصبحت الدنيا كلها بيتحكم فيها، انا بقول لحضرتك وبمنتهى العلنيه اهو، 150 شركه في مصر بيتحكموا في الاقتصاد المصري. هل يعقل ان شركه بتحتكر 60% من سلع معينه بتبيع ب 14 مليار جنيه في السنه، في الاخر تقول لك انا ما كسبتش غير 150,000 جنيه؟ طلع الكلام ده كله، فهي العمليه عايزه تظبيط. طب انا لسه اسالك سؤال، وعايزه هو الحكومه المصريه، يعني معلش يعني اعذرني، يعني مش عارفه خالص الكلام اللي بيقولوا عليها. عليها بقى مجن يعني عليها الكلام ده بنقوله للناس اللي بيقولوا اللي هم بيستنجدوا بيك هنا في الاعلام، يقول لك اعتقونا ارحمونا من غلاء الاسعار. تمام. وفي تقصير زي ما حضرتك كل شويه بتقول لي الوزير الفلاني مش بيأدي عدل. أيوة صح. الجهه الفلانيه مش بتأدي عدل. صح. قلت من شويه اعتقد ان قرارات البنك المركزي خلت الدولار يقفز، ما قلتليش حلول انه ينزل ايه، ما اعرفش. طيب اقول لي بقى حضرتك الحلول كده، معلش هسمع منك بعد شويه. اتفضل يا باشمهندس. في طبعا حلول لنزول الدولار. اول حاجه زي ما قلنا الزراعه حضرتك والاسعار. الزراعه دي حضرتك اساس اكل الشعب، لازم نتجه للزراعه مره اخرى. امتى بقى ان شاء الله؟ حاليا، ودي خطوه سريعه، دي مش عاوزه وقت ومش عاوزه استثمار ومش عاوزه، والارض موجوده. انت اديني تقاوي منتجه تزيد الانتاجيه بتاع الفدان عشان اقدر ادي انتاجيه اعلى. انا باخد التقاوي دي من وزاره الزراعه، زي ما قال الاستاذ حكايه البطاطس. طب في واحد محتكر البطاطس،
ليه اسيبه محتكر؟ ما هو ده احتكار. ما استورد له بطاطس يعني وزاره الزراعه دي كلها مش عارفه تجيب وافقه استيراد تقوي بطاطس او تقوي حاجه. دي مش مشكله، ما افتكرش انك انت كدوله مش قادر تجيب. بص حضرتك، اذا ما ابتديناش زراعه واكلنا زرعناه بايدينا وعملنا اكتفاء ذاتي، عمر ما هتنزل الدولار. الدولار ده ضغطه زي اي سلعه، عرض وطلب. انا عندي العرض اقل من الطلب، زي التلاجة، عرض وطلب، عندي الطلب اكتر من العرض، وبالتالي المصنع بيزيد. طب المصنع ده هل هو لما رفع السلعة اللي بينتجها دي، انت عارف حضرتك يوم ما زاد الدولار كله رفع السعر. طب وانا كان عندي الخامة اللي موجودة دي كنت شاري الدولار ب 20 جنيه؟ ما كنتش شاري ب 20 جنيه، كنت مجمرك على 18 جنيه؟ ما كنتش مجمرك على 18 جنيه. طب فين الدولة، دور الدولة في هذه الرقابة؟ فين بقى؟ مفيش دور الحقيقه. هم بيساعدوا الدوله بتساعد دي. الدوله بتساعد المصنعين على ان هم يحتكروا. مين اللي بيجني الدوله يا لا. اللوبي، اللوبي اصحاب المصالح اللي محتكرين القرار الاقتصادي. ايوه بس ومن يحاسب الجاني؟ ما انا هقول لحضرتك، اللوبي اللي اللي بيفصل قرارات وبيفصل قوانين وبيضغط على المسؤول عشان يصدر له هذا القرار لصالح هؤلاء. كويس. هؤلاء هم اللوبي ده، اللوبي ده شغال فين؟ مش في مصر؟ موجودين ومتصدرين المشهد الاقتصادي. متصدرين المشهد الاقتصادي. طب مين اللي الوزير لما بيجي؟ الوزير لما بيجي ما عندوش انت عارف حضرتك اللي بيدير الوزارات اللي اقل من الوزير، وكلاء الوزارة ووكيل الوزارة ومستشارين، هم اللي بيحددوا وبيعملوا القوانين والقرارات متفصل. هل ينفع يا ريس ان انا اجيب وزير شغال في شركة بيديرها واحد من كبار رجال الاعمال؟ ما ينفعش. وهكذا ما ينفعش الكلام ده. بس مهم ان حضرتك الفاتورة اللي هسدد الفاتورة بتوجه الكلام ده حضرتك لمين؟ للدولة، للحكومة. انهي دولة؟ في الحكومة المصرية. يعني لمن شكل هذه الوزارة؟ لا لا، مش لمن شكل هذه الوزارة، هو اللي شكل هذه الوزارة كان عنده حسن نية، ولما اختار الناس دي افتكر الناس دي عندهم نفس القدرة والحماس والوطنية ان هم هيمشوا معاه في نفس النهج عشان ننفع البلد. انما ما ينفعش اجيب وزير عشان خاطر 10-15 رجل اعمال. لسه برضو عايزين نقترب من نبض الشارع، فعايز الاستاذة نانسي المغربي تعقب لي على محتوى الكلام اللي قالوه المتصلين. الشارع هيفضل تعبان. هيفضل تعبان. هيفضل تعبان، وانا بقولها قدام وكلامه مظبوط 100%. الشارع هيفضل تعبان. احنا نفكر فيها، اي دولة مرت في خلال 6 سنين بثورتين واخوان وطلوع واوريدي الاقتصاد ما كانش كويس يا جماعة، الاقتصاد كان عارف لو ايه، بتلبس الطريق الدال ده فما بتحسش ان مفيش فلوس، يعني بيسموها متلصم. اوريدي كان يعني انت في 2008 كنت اوريدي في الرعاية المركزة. يعني انت كدولة كاقتصاد في 2008 لما العالم كله اتضرب، انت كنت اصلا لولا ان انت ما عندكش كريدت او ما فيش تقسيط في مصر بالمعنى كتمويل عقاري او كده، ده اللي عمل لك شويه بالانس، وكان في فلوس زياده في البنوك، ما كانوش بيقرضوا الناس. فكان عندك اوفر ليكويديشن، عندك فلوس بزياده. بتقولي ان الشارع هيفضل تعبان قد ايه؟ على الاقل 5 سنين. 5 سنين. طب استاذ شيحه، لا طول ما السياسات الاقتصاديه دي الرئيس موجوده. لا الرئيس السيسي قال في عبارة كل الناس فاكراها، قال لك 6 شهور وبعد كده الامور هتتحسن. ايه اللي هيحصل في 6 شهور؟ طب انا بس عايز حد من المسؤولين اللي نوضح لهم حل المشكله ازاي، لان احنا ممكن هندي اقتراحات، لان المشكله اتعقدت ازاي والسبب ايه والصالح مين لازم يعرفوها. زي ما قلنا السيد وزير الصناعه والتجاره والسيد محافظ البنك المركزي والسيد وزير ان هم سبب الازمه الاقتصاديه اللي احنا موجودين فيها دي بمنتهى الامانه وبمنتهى الوضوح. ما ينفعش ان انا اصدر قرار يا حكومه لصالح 30-40 واحد، 30-40 واحد كل واحد منهم ماسك سلعه، عشان عندي 26 مجموعه سلعيه امنحهم، ده اللي ادى زياده الاسعار. انا بكره لو الحكومه لغت القرارات اللي سببت هذه الازمات، انا بقول لحضرتك الاسعار هتنزل 50%. سيبوا الناس تتاجر، يبقى في منافسه في الصناعه، سيبوا في منافسه في السياحه، في منافسه في التجاره. ما ينفعش ان انا اقفل بلد 90 مليون واحد على 150 شركه بأمره ايه؟ ايه الكلام ده؟ مش موجود. احنا بنطلع بره بنشوف في المعارض. طب حضرتك ليه ما بتحضرش مثلا ملف صغير كده او دراسه صغيره وتقدمها للحكومه؟ بنقدم ملفات وبنعملها للساده. احنا كهيئه كلنا بنقدم وكلنا وانا عامله 180 مؤتمر، كل مؤتمر ومحمد بيه يقول لك
الناس اللي يعني انا ما بجيبش الوزير يجي يتكلم، انا بجيب اللي ايده فيها. فمحمد بيجي يتكلم على الصناعه بتاعته، يجي يتكلم على اندونيسيا. احنا مؤتمراتنا الناس اللي تشتغل بجد. طب يعني محمد دي معتز. هو الحكومه مش عايزه تسمع اقتراحات؟ لا يعني دي دي لا لا بس انا الحكومه حضرتك رجال اعمال ضغط عليها. هقول لك على حاجه واحده. قبل شغالين لحسابات معينه. ايوه الله ينور عليك. شغالين اللي بتديهم الاقتراحات والحلول بيحجبوها عن الحكومه عشان مصلحتهم ان الازمات تفضل موجوده، لان هم اللي مستحوذين على الهيئات الاقتصاديه. مصلحتهم ان الشعب يعاني. ايوه طبعا مصلحتهم الشخصيه. ده انا بحس. والحكومه تسكت ازاي على حاجه زي دي؟ بتحجب عنهم الحقيقه، بيكذبوا. الناس اللي بيروحوا بيكذبوا على المسؤولين، والمسؤول مش شايف غير دول قدامه. يعني احنا مثلا في الغرف التجاريه احنا بنتكلم وبنقول وبنهاتي، والمفروض الراجل الكبير بتاعنا اللي هو رئيس الاتحاد يوصل الكلام اللي احنا بنقوله ونعلمه، ما بيوصلش. لان لو وصل ممكن يبقى فيه مصالح بعض الناس هتبقى. ليه ما يعقدش مؤتمر عام على مستوى الكلام. مصر كله يبقى فيه طرح وتدعى اليه كل مؤسسات مصر الاقتصاديه، هم اللي بيتكلموا ويقعدوا ويضعوا الحلول ويضعوا ديدلاين اطار زمني علشان نخلص من القصه دي. شهر 5 هيكون في اول مؤتمر لل 27 محافظه. انا مش عايزه الوزراء، انا مش عايزه الحكومه، انا عايز اشوف المحافظين. اول واحد بخبط فيه في الشارع وانت بتخبط فيه هو المحافظ ده بتاع يعني انا ما بنزل من انت بتنزل من البيت، فاول واحد فيه تعامل حتى لو هو مش موجود قدامك هو المحافظ ورئيس الحي. دي منظومه محتاجه عشان اصلح كل ده واعمل تنافسيه شريفه واعمل واعمل واعمل، لازم اصلح من تحت لفوق، مش هتنفع من فوق لتحت. تمام مهندس محمد بركه. مش في ايد المحافظين. وزير التجاره النهارده ما يكون عنده مستشار حضرتك بقاله 20 سنه معاش ومسيطر على الوزاره سيطره كامله ويعمل لصالح الاخوان المسلمين، وهو اخوان مسلمين وكل الدنيا عارفه، واسيبه واحطه انا زي ما يقولوا ايه على حجري، هو اللي بيدير. احسن الوزاره تخيب، احسن اقع، احسن اتشال، بس الوزاره بتحاسب على الحاجات على نفسها. اي حد دلوقتي اوعى تزعل مني بس اي حد دلوقتي متضايق من اي حد. لا انا مش متضايق. انت واخد بالك ازاي؟ يقول لك ده اخوان مسلمين. لا لا حضرتك زي الجدع اللي كان بيتكلم على التليفون من شويه بيقول ها هتقبل ولا نبقى زي سوريا ولا لا. لا والله العظيم تعالى نخرج من الفزعات دي. بص حضرتك اقسم بالله اقسم بالله ان المستشار اخوان مسلمين ويعمل لصالح خراب مصر. ما انت بتقسم طيب. بالله على عيني وراسي بس على عندك بلدياتي. انا ربنا يكرمك ربنا يكرمك. اتفضلي يا استاذه. جزء من المجتمع موجودين وموجودين جوه المجتمع، مش هنضحك على الناس ونقول لا ما فيش اخوان، لا في اخوان مسلمين حتى لو هم حتى لو هم منتمين لفكر الاخوان بس معاهمش كارنيه عضويه. دي وحتى لو معاهم كارنيه عضويه ما هم بني ادمين وعايشين. احنا نشوف الضرر جاي منين، جاي الضرر جاي منين. اذا كان مجموعه كل مجتمع فيه صالح وطالع، اذا كان في مجموعه فاسده لازم تتحاسب وتعاقب. انا بس عشان انت طلبت مني الحلول. قرار 43، قرار 91، قرار السحب والايداع، القرار بتاع المستندات تيجي من البنك، فتح الاعتمادات المستنديه بتسهيلات موردين. انا بؤكد لك لو وزير قرارات الغيت بكره هتلاقي الدولار موجود في البنوك، احنا مش محتاجينه لان احنا هنجيب تمويل من الخارج مش اقل من 15 20 مليار دولار. احنا عملنا مبادره في الغرف التجاريه ان احنا ندي الدوله كل سنه 5 مليار دولار من الحاويات اللي بنجيبها، و5 مليار دولار عموله كنا بندفعها لشركات السمسارة واللي لغايه دلوقتي بندفعها 5 مليار دولار. لما عملنا المذكرات دي، وده بسبب ايه؟ قرار 43 بيكلفنا كتير جدا عشان نجيب اي سلعه من بره. ايه يا استاذ القرار 43 ده؟ يقول لك لازم تسجل لي الورق وتفحص لي بره والكلام ده كله. طب انا بجيب الورق ده اجي هنا يقول لك لا انا ما بعتمدش الورق ده، انا لازم افحص هنا تاني. طب انت خليتنا ندفع مليارات بره لدوله اجنبيه والشركات اجنبيه، احنا استفدنا بيها ايه يا مصريين؟ نقول لهم خدوا الفلوس اللي بتهدر دي، وانا بقول لحضرتك بالورق والقلم 5 مليار دولار اللي هي بتهدر في التوثيق، 5 مليار دولار بنديها عموله للشركات بتاعه التحويل. لغايه دلوقتي البنوك بعد ما كانت الشركات الصرافه البنوك بتاخد مننا عمولات وبتاع والتدبير كده. فاذا المشاكل موجوده، وانا بقول لحضرتك وبعلن الكلام ده، والمسؤولين لو طبقوا الكلام ده بعد شهر بس من بدايه الدوره العجله الاستراتيجيه تيجي ووفرنا الكلام ده الاسعار هتنزل 50%. ادينا بنشتغل وربنا معانا جميعا، بنحاول نقدم حلول للحكومه وبنحاول ننقل نبض الناس. المكالمات بتبقى مش بشكل انتقائي، بنحاول نشوف الناس عايشة ازاي المحافظات كلها، بيشوفوا الوضع الاقتصادي ازاي، غلاء المعيشة بيحصل ازاي،
ومش هنحل اي مشاكل اقتصاديه بتاعت بلد كبيره فيها 90 مليون نسمه زي مصر في حلقه تلفزيونيه، انما دينا ايه بنحاول بس بنحل الاستيراد. زياده السلع المعروضه في السوق المصري تخفض سعر السلع ان شاء الله. 20 مليار دولار بنصرفهم في الدعم وبيتسرقوا ثلاث ارباعهم في موضوع الدعم سواء بنزين ولا مواد تموينيه. يا جماعه حولوا الدعم العيني لدعم نقدي عشان تقضوا على الفساد اللي موجود. والله 20 مليار دولار 70 مليون بنستورد بيهم. طيب. لازم يتعمل ويلفير سيستم اللي احنا بنتكلم فيه. انت 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 عارف انت بتروح امريكا اللي بياخد ويلفير بيبقى فيه فلوس بس بشكل مختلف اللي هو الضمان الاجتماعي او مظله التامينات الاجتماعيه معاش اللي هو البطاله البطاله. بس انا في خلال سنه هدربك وهجيب لك كذا شغلانه، لو ما اشتغلتش انا هوقف عندك المظبوط. الحاجه الثانيه الاهم من ده كله في مصر بقى اول طفل اقدر ادعم، الثاني لا. لازم تعمل لي كنترول على ليه الاطفال بقت وسيله دخل للعائلات. وده من اخطر الحاجات. انت عندك 60% تحت ال 30 و 60% منهم تحت ال 15، فدي دي قنبله هتنفجر في وشك تاني. طيب عشان كده بقول لك لازم مؤتمر كبير يتعمل على مستوى مصر كلها. عليا المؤتمر. وتدعى اليه كل مؤسسات مصر الاقتصاديه وتطرح كل هذه الافكار. ربنا معانا. شكرا للاستاذ نانسي المغربي على المشاركه النهارده. شكرا للمهندس محمد بركه، الف شكر ليك. شكرا. شكرا للاستاذ احمد شيحه على تلبيتك الدعوه، وفيت بوعدك، الف شكر. ان شاء الله نلتقي في حلقات ثانيه، وبشكركم جدا على متابعه حلقه النهارده من 90 دقيقه مع معتز الدمرداش. الى اللقاء.